أهلا بكم من جديد وبنكمل مع بعض. وكان عندها مداخلات من محافظات مختلفة حول الأجور والظلم بتاع الحكومة، وأنا بعتبره مش ظلم الحكومة، ده غباء كمان من الحكومة أن يكون في تفاوت شديد جدا في المرتبات والدخول والأجور بين أصحاب المناصب العليا أو أقل من العليا كمان. وزي ما شفنا مداخلة الأستاذة فريدة بتقول في مصلحة ضرائب في 100 ألف وفي 200 ألف في الشهر، وفي ناس ب 690 جنيه و 670 جنيه في الشهر. وشفنا كمان أنه هناك تفاوت بين المصالح والوزارات المختلفة في الحكومة، ممكن يكون في حوافز 10 أضعاف لوزارة عن وزارة تانية أو إدارة مختلفة عن إدارة تانية. أستاذ مجدي، إيه الخلل ده؟ شايفه إزاي؟ هقول لك أنا الخلل ده نتيجتين. الخلل ده احنا عندنا في مصر اسوأ نظام اجور في العالم موجود في مصر. بمعنى ان انت ممكن تلاقي 3 افراد شغالين في مكان واحد، كل واحد له نظام اجور مختلف عن التاني. فكانت النتيجة ايه؟ اولا احنا عندنا برضو من 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 المساوئ، احنا عندنا قيمة، انا بس هتكلم عشان اتكلم على الاستاذة فريدة، حالة الاستاذة فريدة، احنا عندنا قيمة الأجر الثابت في إجمالي الأجور يساوي 17.5% فقط، مع أن الطبيعي عشان يفهم المشاهد أنه المرتب الثابت يساوي 17.5% من قيمة الأجر. عشان كده لما بيطلع معاش الموظف أو الموظفة بيشتغل على 17%، بياخد على النسبة الصغيرة دي اللي هي الدرجة الأعلى في حياته تضيع، والباقي بياخد عليه حاجة فجوة كبيرة بين ما هو في الوظيفة وبين خارج الوظيفة. مع إن الطبيعي أن يكون قيمة الأجر الثابت أو الأجر الأساسي يساوي 80% من قيمة الأجر، وبالتالي ما يبقاش فيه خلل كبير. ده في العالم كله 18، المفروض يبقى 17.5% كل الفجوة دي. احنا في مصر 17.5، كان 20 نزل ل 17.5%. حلو، فده اللي عامل خلل في مساله المعاشات. طيب اللي حصل ايه عند محمد بقى في الدقهليه بالنسبه بتوع الاداره المحليه دول؟ احنا كان عندنا في مصر عمل والنظام غريب جدا، ان موظف القوى العامله اللي موجود في المنوفيه حلو ده يتبع الاداره المحليه، موظف الضرايب اللي موجود في المنوفيه يتبع الاداره المحليه. نجد ان في اللي تابعين للديوان العام بياخدوا نسبه حوافز محدد كبيره، ديوان عام للوزاره في القاهره، في القاهره ياخد نسبه كبيره. اما اللي موجود تبع الاداره المحليه فياخد نسبه اللي هو قال عنه الاستاذ اسامه البعيد عن العين، اللي بعيد عن العين، مع انهم بيشتغلوا في وزاره واحده، بيشتغلوا في وزاره واحده، لكن ده محسوب يقبض طبعا زي الاداره المحليه نسبه قليله، لكن التاني بياخد في الديوان العام ايه نسبه بياخد نسبه حوافز كبيره. حصلت بعض المظاهرات، في ناس خدت حقوقها وناس تانية ما خدتش حقوقها، لكن فضل في الاخر مين؟ الموظفين اللي في الاحياء اللي هم بتوع الاداره المحليه. ده اللي تم تجاهلهم خلال الفتره اللي فاتت دي كلها، ومحدش بصلهم وما خدوش جنيه زياده من ساعه 25 يناير حتى الان بتوع الاداره المحليه، لكن المنتمين لوزارات عملوا مظاهرات فاضطروا يدوهم جزء عشان يقربوهم من اللي شغالين في الدول العامة. لكن بتوع الإدارة المحلية للأسف حتى الآن رغم كسر عددهم ما تمش. ده اللي اتكلم عنه الأستاذ محمد. الأستاذ محمد طيب يا عم سلامة، شفت أن الأستاذة فريدة في مصلحة حكومية في الضرائب قالت نفس الكلام اللي حضرتك قلته، أنه في ناس تاخد 100 ألف و200 ألف والكلام ده وكده. أنت شايف أنه ممكن حد يجي حكومة جاية أو رئيس يقلل الحد الاقصى للاجور ويزود الحد الادنى فيبقى بعد يبقى ما كلفش الدوله حاجه؟ احنا نتمنى ان يحصل زي ما حضرتك بتقول كده، ويكون يعني اللي بياخد 100 ألف او 200 ألف لو خد 30 ألف الفرق ده هيتوفر للموظفين الصغيرين. 70 ألف هيتفرق. طيب. يبقى الحكومه مش محتاجه فلوس. لا مش محتاجه مش محتاجه مش محتاجه، هتحتاج ايه تاني بقى؟ طب انت لسه مش عارف اللي بياخد 100 ألف و200 ألف بيعمل بيهم ايه؟ مش عارف والله يا استاذ مجدي، اصل ما جربتش. عارف اخواني يا استاذ مجدي لما جم نسيوا الاجر، نسيوا الحد الادنى للاجر وبصوا على ايه؟ على الحد الاقصى. وبعد جابوه في مجلس الشعب ابتدوا في المناقشات يعني في اللجان ناقشوا الحد الاقصى وقالوا لازم ننزله عند 35%، وبعد ما قعدوا شويه وهينزلوه في الجلسه العامه اكتشفوا ايه؟ ان هم اللي جايين وهم اللي هيقبضوا. فقفلوا الموضوع خالص. يعني ايه؟ قال لك كانوا اتكلموا كتير صح حول الحد الاقصى الاجور،
لازم ولازم ولازم. واول ما جم هيطبق عليهم، هيطبق عليهم وهم بقى اللي جايين بقى، وهم اللي هيبقوا المستشارين، وهم اللي ابتدوا يتعينوا مستشارين فعلا، فلاقوا الموضوع وقفلوه ونسوا ان هم موضوع الحد الاقصى. من المستشارين ديت وكل وزاره يبقى فيها مستشار واحد كفايه يا استاذ مجدي. انا عندي حل تاني. اتفضل. ما نرغيش المستشارين ونعينك مستشار ونخلص القصه. اه وماله يجريش حاجه. ما ندي دورات وتعرف بيتصرفوا فين. يا استاذ مجدي يا ريت يا ريت ما ندي دورات للناس اللي هم اللي هم اللي هم الدرجات الوسطى، نديهم دورات ست شهور وبتاع ونستغنى عن الجماعه دول. يعني انا عايز افهم حاجه، انا عندي مستشارين والبلد في الحاله والبلد في الحاله المترديه دي. كلام سليم. طب ما انا اغير بقى الجماعه اللي هم موصلين الانهيار ده واجيب ناس من الوظائف الوسطى اديهم دورات. ومش هياخدوا واحد على 10 من الجماعه دول. بخمس 6000 جنيه مش ب 100000 جنيه. ده انت وديته 5000 6000 جنيه هينامك في الوزاره. هينام في الوزاره. هينام في الوزاره. هيرقص ان شاء الله. ربنا يكرمك وترقص كل مصر ترقص. ان شاء الله ربنا يكرمك. ان شاء الله. شكرا جدا للاستاذ سلام عبد الرحمن والاستاذ مجدي البدوي القياده العماليه. شرفتوني ونورتوني، وبعتقد انكم اضفتوا ابعاد كثيره جدا من حياه الناس لهذه الحلقه، وانا سعيد انكم ختمتوا معايا الحلقه. ربنا يخليك. شكرا جدا. بشكر حضراتكم في هذه الحلقة، وبقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وموسم الحج. ربنا إن شاء الله يتقبل من كل الذين سيحجون من العالم كله المسلمين كلهم. وبقول لكم إن احنا الأسبوع الجاي إن شاء الله يوم الأربعاء اللي جاي أجازة. كل سنة وانتم طيبين. مش هيكون في لازم نفهم، هيكون في لازم نعيد كلنا. وهنشوفكم الأربعاء اللي بعد الجاي مع حلقة جديدة وتحقيق جديد، وإن شاء الله بإذن الله يكون عيد خير على مصر وعلى المسلمين وعلى العرب كلهم في العالم كله. تصبحوا على خير.